نأخذكم إلى هذا الخبر. أظهر نظام التضامن الاجتماعي المطور شروطا جديدة لكي تحصل المرأة المطلقة على مبلغ الضمان، ويظهر الشرط أن المرأة المطلقة يجب أن تكون مستقلة في المسكن، إذ أن هذا يدل على حاجتها لمبلغ الضمان. وفي حال كانت المطلقة تعيش مع أسرتها فلن يشملها الضمان الاجتماعي. رح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المحامي والمستشار القانوني الأستاذ ماجد الرويلي. هلا وسهلا بك أستاذ ماجد. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم ومساء الخير أيضا على المشاهدين. وعليكم السلام. موضوع جدا مهم، حيث أصدر الضمان الاجتماعي شرط جديد لاستحقاق الدعم للمطلقات، كلمنا عنه بشكل مفصل. بداية أبارك للجميع حقيقة صدور النظام الاجتماعي المطور، والذي يحمل بطياته الكثير من الإيجابيات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يعود هذا النظام بالنفع على مملكتنا الغالية وعلى مستحقيه. طيب هو اصلا كيف كان النظام وايش التغيير اللي حصل عليه؟ في بدايه الامر اختلف وضع المطلقات في نظام الضمان الاجتماعي المطور خلافا على ما كان عليه في النظام القديم، بحيث لم يعد بمقدور المطلقه ان تحصل على مبلغ الضمان في حال كانت تعيش مع اسرتها. وبالنسبة لهذا الأمر بررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذلك بقولها أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد ينظر للأسرة الذين يتواجدون في ذات المسكن. وعليه أن المسكن هو أحد أهم أركان تعريف الأسرة، والذي يحتسب على أساسه الدخل والمعاش. بمعنى أنه يجب أن تكون المطلقة في سكن مستقل، ويدل ذلك لحاجتها لمبلغ الضمان في هذه الحالة. نعم. طيب أستاذ ماجد، خلينا نتكلم عن ضوابط استحقاق الدعم للمطلقات، ليت تذكرها لنا. تمام، أنا بذكر لكم الضوابط في القديم والضوابط في النظام الجديد. أكيد، تفضل. الضوابط في النظام القديم كانت المرأة المطلقة، أو خلينا نقول أنه التي تنهي العلاقة الزوجية سواء كان بفك طلاق أو فسخ النكاح أو فك الخلع، بمجرد أن تتقدم إلى الضمان الاجتماعي وتحصل على الضمان الاجتماعي الشهري بغض النظر عن العمر. الآن مع ضوابط استحقاق النظام المطور الجديد، هناك إضافة من الضوابط السابقة، أضافوا ضوابط جديدة. من ضمنها طبعا أن تكون المطلقة سعودية الجنسية، هذه موجودة في القديم وموجودة في الجديد. وأيضا أن تكون المرأة مقيمة في المملكة بشكل دائم. عند الرجوع إلى النظام القديم نجد أن الشرط هذا لم يكن موجود. فالنظام الجديد ألزم المرأة أن تكون مقيمة في المملكة بشكل دائم. وأيضا أن لا يقل في النظام الجديد أن لا يقل عمر المرأة عن 35 عام. طيب. يعني أقل من 35 عام لا تستحق الضمان الاجتماعي. نعم. وأيضا يجب أن تتقدم إلى الجهة عن طريق الموقع الضمان الاجتماعي. من طبعا الموقع ينظر إلى الاستحقاقات والضوابط، إذا كانت تستحق فيصرف لها. نعم. طيب هل هناك استثناءات للدعم الصادر من الضمان للمطلقات؟ نعم، هناك استثناءات. طبعا الاستثناءات اللي ذكرها النظام الجديد اللي هو الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، هذا أول استثناء. طبعا ومن شروط الحصول على الاستحقاق في الفئات التالية اللي هو زوجة السعودي. نعم. هذا من ضمن الاستثناءات. نعم. اللي هو زوجة السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، بس بشرط على أن تقيم المرأة وأبناؤها إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. يعني بمعنى أنه زوجة غير السعودي المقيمة خارج المملكة لا تستحق هذا الدعم الضمان. نعم. نعم. وأيضا أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير السعودي، برضو على أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة
لمن تتوفر لهم إقامة ثالثة المسؤول وإثبات زواج المرأة بسند رسمي. نعم. وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام على أن بطاقة التنقل تكون ثالثة المسؤول. طبعا المقصود في بطاقة التنقل هنا اللي هو البطاقة الخاصة في ذوي الإعاقة. نعم. الأستاذ ماجد الرويلي المحامي والمستشار القانوني، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا في هذه الفقرة.